اليوم كان واحد شراكة هي أحسن الشراكات اللي درنا مع التجاري وفا بنك اللي هي كتضمن تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة جدا وكذلك المواكبة والتكوين، وهذا هو اللي عندنا في الحقيقة مهم مع هذا التجاري وفا بنك اللي هي بنكة وطنية اللي هي متواجدة في 8 دول في العالم، خاصة شادة 40% في التمويل ديال المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب. 40% هذا العام تقريبا مولت، هذا العام ديال 20 مولت 55,000 مقاولة، وهذا العام 21 مولت دابا 12,000 مقاولة، وهذا مهم كيشجعنا حنا باش نديروا معهم شراكة باش جميع يعني المقاولات المبتدئة الصغرى أو المتوسطة تكون تجيل التجاري وفا بنك أو تجيل الغرفة، ونجهزوا الملف ديالهم. وكان عندنا دابا طلبات، بعض الطلبات اللي هي جاهزه وبعض الطلبات اللي مازال كندرسوها مع الاخوان اللي حاملين المشاريع. دونك هنا البنك كتقول لك جيب غير مشروع وانا نمولك، يعني عندهم تمويل بواحد ثمن تفضيلي اللي هو 2%، وخاصه هذا العام بغاو يمولوا اكثر من تقريبا مولوا 55، بغاو يمولوا هذا العام كذلك يوصلوا 55,000 مقاوله، وهذا مهم في الحقيقه. اليوم كانت شراكه مهمه، وكانوا عندنا الطلبات اليوم من 1 افريل حتى 30 افريل اللي غادي نبتوا في الطلبات اللي هي مقدمه للغرفه، وغادي ندرسوها مع الابناك ومع دار المقاول اللي تابعه للتجاري وفا بنك. دار المقاول هي عندها 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 مكتب داخل الغرفه، وهذا مشكورين جابوا لنا مكتب والاطور ديالهم اللي كي يشدوا الملفات داخل الغرفه لحقاش التاجر ربما كاتهم ربما تيحشم باش يمشي للبنك، كيجي للغرفه وكيشدوا عليه الملف داخل الغرفه، عندهم بيرو ديالهم وعندهم مكتب اللي كي يناقشوا فيه الملفات كلهم واللي كيعالجوها بواحد يعني بواحد الميزه بسيطه باش يعني التاجر او المقاول المبتدئ كيجي هو مرتاح، كيجي للدار ديالو وهي غرفه التجاره والصناعه والخدمات الدار البيضاء 6.